تطويل الثوب تحت الكعبين إذا كان خيلاء فهي كبيرة من الكبائر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، أما إذا كان الغير خيلاء فليس بكبيرة وينظر له مستهتر بسنة الرسول تكون معصية حينئذ، يعني لا يليها الاهتمام الزائد. أما إذا كان العلة كان يكون الشخص أحمش ويطيل الثياب لمضاراة الحمش، أو كان أبرص ويطيل الثياب لمضاراة البرص، قد كان ابن مسعود يطيل ثوبه فسئل عن ذلك قال: إني أحمش الساقين. رحمة الله.